ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. لا أقول لكم أنني أو إنني أملك التصرف في خزائن الله عز وجل، أنا ما طلبتش لنفسي منزلة أو ادعيت لنفسي قدرة خارج قدرتي. لم أقل لكم إلا أنا أملك التصرف في خزائن الله، أعطي منها ما أشاء وأسلب منها ما أشاء أو أمنع منها ما أشاء، ما قلتش كده. ولا قلت لكم إلا أنني أعلم الغيب، ما قلتش عندي قدرة على اطلاعي على الغيب، وما قلتش إلا أنا من غير جنسكم، ما قلتش إلا أنا ملك، أنا بقول لكم أنا بشر مثلكم. ولا أقول للذين تزدري، تزدري أعينكم، يعني تزدري تستقل تحتقر، تحتقر أعينكم. شوف مشكلة الكبر برضو عندهم، شايفين الناس نظرة ازدراء واحتقار، لكن المسلم لا ينظر أبدا لأي أحد بنظرة احتقار أو ازدراء، دي من شام الكفار المتكبرين، إنما شام المسلمين المتواضعين أنهم يحسنون الظن في الناس ويسيئون الظن في أنفسهم. يقول لك لا أنا أدنى اللي وحش، دنا اللي عنده عيوب، يشوف نفسه دايما بعين النقص ولا ينظر إلى الناس بعين النقص. وما أقدرش أقول على الذين تحتقر أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، مش هقدر أقول إن ربنا مش هيجازيهم على أعمالهم الصالحة، يعني مش هكذب عشان أرضيكم، هم وإن كانوا ضعفاء إن فعلوا الصالحات جزاهم الله على ذلك كل خير. الله أعلم بما في أنفسهم، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. ممكن يكونوا بيعملوا كده رياء، ممكن، وممكن يكونوا بيعملوا كده إخلاص. هل إحنا قضيتنا اللي إحنا نعرف بواطن الناس؟ أبدا، إحنا لنا الظواهر، لنا الظاهر. ودي يا أخوانا خطبة امبارح كانت عن حرب الشائعات، وقلت في العنصر الثالث منهج الإسلام في التعامل مع الأخبار، وقلت ثلاث حاجات منهم، أول حاجة إحسان الظن في الناس، الأصل في المسلم العدالة. خبر لما يجي لك ما تقعدش أنت تألف في الخبر وتبص عليه من زوايا مختلفة علشان أنت مش مقتنع بالظاهر، أنت ليك الظاهر فقط. عشان أنقل من الظاهر لأمر آخر عايز دليل مؤكد وعايز يقين، الراجل ده محترم، عشان اقول عنه غير محترم عايز يقين وبرهان، مش بيقوله مش بسمعنا الحق ده بيلحق فلان اللي ده طلع كذا، فين الأدلة فين البراهين؟ عشان كده ربنا علم الصحابة، قال لهم لما حدث ان بعض الصحابة تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها، بيعلمهم بقى الأدب في التعامل مع الأخبار. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لولا يعني هلا، يعني كان المفروض، مش كان المفروض لما تسمعوا الإفك ده والكلام ده والخطف الأعراض ده، مش كان الواجب عليكم اللي انتوا تحسنوا الظن في إخوانكم؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، شوف سمى الأخ نفس بأنفسهم لأن الأخ منزلة النفس. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، فين الدليل؟ ده كذب، لأن اللي قدامي ده عدل مشوفتش منه إلا كل خير، اللي يقول لي ده مش عدل يجيب لي دليل. فجاءت الآية بعدها لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، شو انتوا بتقولوا حصل والعياذ بالله فاحشة، مش ربنا علمكم
كيف تثبت الفاحشة بأربعة شهداء. جابوا لكم الشهداء، شفتم الشهداء، أربعة شاهدوا إن حصل الوقعة دي. شوف جمال القرآن وجمال التربية القرآنية. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. اللي افترى وقال فلان عرضه وفلان عرضه وما جابش شهداء يبقى هو الكذاب. وإخوانكم السالمون الطيبون. يبقى منهج الإسلام في التعامل مع الأخبار أول شيء إحسان الظن. والله يا ابني أنا ما شفتش إلا كل خير. اللي يقول لي فلان كذا يجيب لي دليل مؤكد برهان يقين. إنما بيقولوا أصل قيل كره لكم قيل وقال وبئس مطية الرجل زعموا. إحنا كمسلمين ننطق بالكلام الطيب والكلام الذي عليه البراهين والأدلة ولا ننشر الفساد في الأرض. الله أعلم بما في أنفسهم لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن أنت عارف ليه كثير من الناس ما بياخدش بالظاهر؟ إعظاما لنفسه، يقول لك أنا بفهمه هي طايرة. لا 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 الكلام ده ما يخشش عليا. هو عشان شايف نفسه ذكي وعبقري فما بياخدش بالظاهر، يقول لك لا لا الكلام ده تقوله لحد تاني. شوف هو بيقول لي إيه بس أنا عارف إن الكلام ده ورا كذا. فالشيطان يعظم في نفسك فتجد نفسك لا تأخذ الأمور على ظواهرها باعتبار أنك أذكى من الناس وأبصر من الناس. إنما المسلم المتواضع يأخذ بالظاهر حتى لو كان الظاهر ده يعني مش مؤكد قوي. بس لنا الظاهر مدام مفيش حاجة زحزحته عن ما نحن عليه من الظواهر. فيش دليل يبقى لنا الظاهر. فلان بيعمل وبيع بس لسه فيش دليل مؤكد. يفضل الظاهر على ما نحن عليه. وده يا إخواننا هيريحك ويجعلك تعيش في صفاء وفي راحة نفسية وفي هدوء وبعيد عن القلق والمشاكل. فعلا وصفة سحرية لاطمئنان النفس وراحة البال. خد الأمر بالظاهر ولا تعد ولا يعني تنبش في البواطن. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. حكون من الظالمين لو قلت شيء مش صحيح. لو قلت اللي أنا أعلم الغيب، لو قلت إني ملك، لو قلت عندي خزائن الله، لو قلت لن يؤتي الله المؤمنين خيرا، هكون ظالم لنفسي لأني كذبت على الله عز وجل. ولذلك لن أفعل هذا لأن هذا ليس لي.